أجندة سنتي. اهلا وسهلا بكم في اجندة سانتي. كل عادة نقدم لكم اهم المواعيد الطبية والعلمية. نذكركم انه سويت كوفيد وسارس كوف 2 وخاصة بعد الاجراءات الاستثنائية اللي اخذتهم الحكومة التونسية فانه تم تأجيل 5e كونغري ناسيونال دي سومي pour le 2 le 3 le 4 juin 2022 بأحد النزل الخاصة بولاية تونس. نعاود نذكركم زي تلقاو ليان ديسكريبسيون على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فهم اذاعة القاهرة وين الصحة. هذا فيما يخص 5e كونغري ناسيونال دي سومي le 2 le 3 le 4 juin 2022 من تنظيم Société Tunisienne de Médecine du Sommeil en collaboration avec la Société Tunisienne de Cardiologie, la Société Tunisienne de Médecine Générale et de Famille et la Société Tunisienne de Médecine du Travail. أكثر تفاصيل تلقاهم على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة FM إذاعة القاهرة وين الصحة. كانت هذه أجندة سانتي بالنسبة لليوم. أجندة سانتي.